إذا معركة جديدة هنا في ريف اللاذقية أطلق عليها الثوار معركة وبشر الصابرين. المعركة تهدف لتحرير عدة قرى وبلدات في ريف اللاذقية. مواقع عصابات الأسد في ريف اللاذقية ضمن معركة وبشر الصابرين. الآن مدافع الثوار تدق مواقع عصابات الأسد على سواء كان في محاور كنسبا وقلعة شلب وباقي محاور ريف اللاذقية. جاهزين؟ نار. كما ترون أخوتي، نحن لم نستطيع أن نتقدم ونشارك في العمل مع المجاهدين، ولكن الحمد لله رب العالمين الله من علينا أن نكون إن شاء الله في الخلف في الخط الأمامي إن شاء الله بالمدد إن شاء الله. نهيئ لهم إن شاء الله إشعال الدواليب، نقدم لهم إن شاء الله الطعام والماء إن شاء الله والمؤونة إن شاء الله، ونساعد إن شاء الله في مساعدة الجرحى إن شاء الله.